أنا اليوم أكيد جد سعيد بتواجد اليوم في مهرجان الدولي للفنون الشعبية بمدينة تارودانت. هذه أول مرة لي في مدينة تارودانت، وإن شاء الله ما بغيتش تكون آخر مرة. إن شاء الله بغيت نشوف مازال الجمهور هذا الجميل، كيف ما شفتي كان تجاوب رهيب مع الجمهور ديال مدينة تارودانت، وإن شاء الله كما قلت لك ما تكونش هذه آخر مرة. و كنبغي نقول لهاد الناس شكرا بزاف على الحضور ديالهم، شكرا على التشجيع ديالهم، وإن شاء الله تستناو الجديد قريبا. إن شاء الله غادي نطلع للناس بكليب جديد ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله، وكاين مجموعه من الاعمال كذلك على مستوى الحين.